يا هلا والله، في شيئين في اللغة الإنجليزية مرة عجبوني وقلت لازم لازم أشارك متابعيني فيهم، صفة ورد. So let's get started. أول شيء اللي هي صفة relieved. relieved تيجي بمعنى مرتاح البال، مستريح البال، ما هو قلقان، ما في شيء يقلقه. فمثلا نقول I was so relieved by the news that they had arrived home safely. يعني أنا مرة مرتاح أو ارتحت جدا بالأخبار اللي جاتني إنهم وصلوا المنزل بأمان. كذا كأنك تقول I'm relieved. مثال آخر We are all relieved to be back home. يعني إحنا مرة مرتاحين لأننا رجعنا المنزل، مرة مرتاحين. طيب خلصنا من الصفة، الحين باقي الرد. إيش الرد اللي عجبني؟ في مرة من المرات كنت أتفرج مقطع في اليوتيوب في Americans Got Talent يمكن أو The Voice ما أدري. المهم إنه المقدم قال لصاحب الموهبة How are you؟ طبعا كلنا نعرف إن الرد بيكون I'm fine، لكن هو حب يكون مميز وإحنا نبغى نكون زيه مميزين، فقال له I'm doing phenomenal. I'm doing phenomenal يعني أنا مرة مرة cool. I'm doing cool نفس الرد I'm doing cool يعني أنا جدا تمام جدا كويس. فالرد هذا أنا أعتمده عندي خلاص، كل الردود عندي. أي واحد يقول لي how are you أقول له I'm doing phenomenal. أيضا لو واحد قال لكم how are you ممكن تستخدم الصفة الأولى اللي قلت لكم عليها اللي هي I'm relieved. How are you? I'm relieved. Thank you. How are you? I'm doing phenomenal and I'm relieved and praise be to Allah. مساء الخير. كيف نقول طلباتك أوامر أو كيف نقول من هالعين قبل هذه أبشر باللغة الإنجليزية؟ نستخدم هذه العبارة Your wish is my command. Your wish is my command. يعني مثلا شخص قال لك Can you do me a favor؟ يعني هل ممكن تسدي لي معروفا؟ تقول له حبيبي Your wish is my command. من هالعين قبل هذه أبشر.